اكرم، برحب بالمقدم محمود منتصر. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مقدم محمود، قول لي على الاشتراطات اللازمه هنا في اختبار السباحه هنا للطلبه الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكريه. الطالب هنا يا فندم بيجي بيخضع لاختبارين اثنين، اختبار السباحه واختبار قفزه الثقه. تمام. اختبار السباحه بيبقى نوعين اثنين من السباحه، السباحه بطول الحمام لمسافه 50 متر. تمام. والسباحه بعرض الحمام لمسافه 25 متر. ليها وقت يا فندم؟ تمام. الطالب اللي بيعوم طول الحمام له مقياسين اثنين، المقياس الاول ان هو يعوم طول الحمام في اقل من زمن 60 ثانيه، وده كويس. بيحصل على 10 درجات كامله اللي هي درجات السباحه. تمام. لو عام في اكتر من 60 ثانيه بيحصل على 7 درجات. كويس. والطالب اللي بيعوم 25 متر عرض الحمام بيحصل على 5 درجات فقط. كويس. المجموع كام كله بتاع الاختبار السباحه فين؟ اختبار السباحه المجموع كلي 10 درجات فقط. 10 درجات. 10 درجات. قفزه الثقه بقى؟ قفزه الثقه يا فندم ده شرط اساسي للطالب ان هو يجتاز قفزه الثقه، لان الطالب لو ما اجتازش قفزه الثقه حتى لو جايب 200 من 200 في اختبارات الرياضي ده ما يمنع ان هو يمضي في اختبار الرياضي عموما. يعني شرط اساسي وملهاش عليها درجات. شرط اساسي وملهاش درجات، بيبقى مضى واثر فقط لا غير. طب ومن شروطها ان هو يمضي الاختبار بدون تردد وفي اقل من 3 ثواني يكون منفذ القفزه وملهاش اعاده يا فندم وليس لها اعاده. تمام. نصيحه بقى للطلاب هنا قبل ما يجي قفزه الثقه واختبار السباحه. الطالب بنقول له وانت بتنفذ قفزه الثقه ما تخافش، حتى لو انت ما بتعرفش تعوم ما تخافش، احنا موفرين كافه وسائل الامان والانقاذ، القفزه بسيطه وسهله، عاوزه منك شويه جرأه وشجاعه فقط لا غير. انا بشكرك مقدم محمود. تحت امر سيادتك.